زي ما احنا متعودين ننقل لحضراتكم كل الخدمات اللي انتم محتاجينها دلوقتي. اسعار الذهب امبارح كان في تراجع بسيط في سعر الجرام بقيمه 3 جنيهات وسجل عيار 21 في مصر 793 جنيه للجرام. عيار 24 سجل 906 جنيه وعيار 18 سجل 679 جنيه. أما سعر الجنيه الذهب وصل ل 6344 جنيه. كمان نتعرف مع حضراتكم على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري. استقرت أسعارها بشكل كبير امبارح طبعا مع أجازة البنوك، وكان في ثبات في سعر الدولار ب 15.62 قرش للشراء و 15 جنيه و72 قرش للبيع. كمان حصل ثبات في سعر صرف اليورو واللي سجل 18 جنيه و43 قرش للشراء، 18 جنيه و62 قرش للبيع. سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر كمان وسجل 21 جنيه و57 قرش للشراء، 21 جنيه و84 قرش للبيع.